زي ما قلت لحضراتكم منه متابعتنا او مقدمتنا اللي بنقول لحضراتكم فيها اخر الاخبار ومعلوماتها، يعني مرتبطه النهارده بعدد من الظروف المختلفه، سواء كنا لما كنا بنتكلم عن مساله الاميريه ومواجهه الارهاب من صنع البشر اللي احنا بنتكلم على انه صحيح انه النهارده كان فيه شهيد، الشهيد ده كتب مواطن مصري زيه زيك، بس هو خد تعليم معين ودخل في مجال معين ولبس رداء معين علشان يبقى هو واحد من العناصر المرتبطة بمواجهة النوع ده من الشرور، مواجهة النوع ده من الحروب اللي بيصنعها البشر اللي هو الإرهاب، اللي المجتمع ده بالتأكيد برضو يعديها وحيتجاوزها. أو بنتكلم زي ما قلت لكم النهاردة وإحنا لسه بنتابع أي معلومات مرتبطة بنحاول نوثقها معاكم بخصوص الكورونا. احنا معانا دلوقتي بيتهيألي على التليفون بخصوص حروب ومواجهات من صنع البشر العميد خالد عكاشة، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ شريف، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين يا فندم. احنا دايما عارفين، كنت لسه بقول قبل ما حضرتك تنضم لنا، انه في اللحظه دي في الوقت ده بنستنى دايما المذيع بيقول للناس بيانات اللي مرتبطه برفع حاله الاستعداد عند اجهزه الامن، عند محاولات ومواجهات استباقية لأي نوع من المخططات اللي المجتمع ده بيواجهها. النهاردة ده مشهد مرتبط بهذه المواجهات، ولا أنا غلطان؟ لا صحيح طبعا، يعني هو تسقم حديث حضرتك يعني في زاوية أخرى من زوايا المشهد اللي مليان بالتهديد العدوى والوباء والمصابين وغيره مما يشغل الرأي العام ويشغل أجهزة ومؤسسات الدولة بالكامل. يبقى الأجهزة الأمنية جميعها في حالة استنفار كبير في تعقب لكل المهددات اللي من الممكن أنها تستغل هذا الظرف، رغم تعقيدات المشهد، لكن اتعودنا على أن الإرهابيين والتنظيمات من الممكن أن هم يستغلوا حتى أحلك الظروف من أجل أن ينفذوا عمليات، يمارسوا تهديد، يجروا بعض من الاستعدادات أو المخططات اللي كان من الممكن أن هي يجري تنفيذها خلال الأيام القادمة. حضرتك كنت بتقول هذا الوقت من العام، أنا متفاهم جدا أن حضرتك تقصد فترة الأعياد وفترة المناسبات اللي هي لها بعد وطني وبعد ديني تجمع المصريين جميعا، إذا كانوا من الأعياد المسيحية أو الإسلامية أو شم النسيم حتى كعيد اجتماعي وطني جامع. هو زيه زي الفيروس يا فندم، هو بيحاول يحقق أكبر كمية ممكنة من الأضرار. ده صحيح، وبيشحذ كل إمكانياته أنه هو يستغل فعلا مرحلة تغافل علشان يمكنه النفاذ. يعني احنا النهاردة وإحنا بنتكلم على مداهمة وتعقب لخلية الحمد لله لم تنفذ عمليات إرهابية، يعني احنا النهاردة قدام عملية أمنية استباقية بامتياز تم جمع معلومات عنها وكان يجري استكمال هذا التجميع للمعلومات. الأجهزة بمستوياتها شغالة من أول جمع المعلومات لغاية المشهد اللي قدام العمارة. بالضبط، يعني احنا قدام وان الأجهزة شغالة، وانا بتكلم على البعد الاستباقي يا استاذ شريف، ان الأجهزة لم تنتظر ان يكون هناك مهدد على الأرض ولن تنتظر تحرك من خلايا من هذا النوع لارتكاب أعمال إرهابية أو لتهديد مواطنين أو أماكن عبادة أو غيره. لا، هي بتسعى طوال الوقت أنها تصل إلى المشهد اللي احنا تابعناه جميعا على شاشات التلفزيون، وإحنا بنقول أن الاستباق والوصول في اللحظة المناسبة قبل نزول الخلية إلى الشارع هي عنوان النجاح الأمني. النهاردة كنا قدام مشهد من هذا النوع، رغم أن وزارة الداخلية دفعت دماء لشهيد بطل من شهدائها ربنا يرحمه ويسكنه فسيح الجنات، لكن كان مسألة الوصول إلى الهدف والقضاء على هذه المجموعة أو القبض عليها أو أيا كان نتائج المأمورية، ربما هنستمع في بيان الداخلية بعد قليل عن بعض من التفاصيل، لكن المهمة كانت هي الوصول سريعا وفورا الإحباط. إحباط العمل الإرهابي. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معنا العميد خالد عكاشة، شكرا جزيلا على وجودك معنا.